بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن التكس ستايل. موضوع جدا بسيط وسهل. طبعا فكرة التكس ستايل راح تنقسم لعدة محاضرات، يعني المحاضرات القادمة كلها راح تركز على النصوص. أول إشي بدنا نحكي عنه هو الكلام. طبعا أخذناه في المحاضرة السابقة، والهدف منها هي بتغير لون التكست، هيك راح يصير عندنا اللون أزرق. النقطة الثانية وهي background color، رح يكون في عندنا محاضرة كاملة تحكي عن background، لأنه في عندنا background image وفي عندنا أنواع ثانية، لكن اليوم نركز على أسهل إشي وهو background color. معنى background هي الخلفية، تمام؟ والcolor لون الخلفية، هيك ترجمتها باللغة العربية، إنه يكون عندك اللون أورنج. انتبهت على شغلة؟ إنه دائما حيأخذ عرض الشاشة كامل، دائما. لا مش دائما، لانه انا هون بستخدم هيدر 1 او هيدر 2 او هيدر 6، يعني من هيدر 1 لهيدر 6 دائما راح ياخذ عرض الشاشه كامل. طب وباقي العناصر حسب العنصر. وهون متذكر في الاتش تي ام ال انا حكيت لك شغله اسمها انلاين وشغله اسمها بلوك، وراح نرجع نشرح هذا الموضوع في محاضره كامله. لكن عناصر الاتش 1 لاتش 6 هي عناصر بلوك، وعناصر البلوك بتاخذ العرض كامل، ورح نشرحها بالتفصيل لقدام. لكن بس ركز لي على النقطة هاي وظلت نتذكر انه الهيدر 1 للهيدر 6 بتاخذ عرض الشاشة كامل. والخاصية الثالثة اللي عندنا اياها وهي عبارة عن فونت سايز. فونت سايز، الفونت معناتها خط والسايز معناتها حجم. حجم الخط هم نحكي له 22 بكسل. ممكن تعطي اي رقم بدك اياه ومباشرة حجم الخط يا بكبر او بصغر على حسب القيمة اللي انت معطيها هون. 22 بكسل الخط رح يصغر شوي، ممكن احنا نكبر حجم الخط اذا كبرنا الرقم. هنا اكيد راح تحكي لي ايش يعني بكسل، وهي وحده قياس. طب موضوع الدايمنشن هي الابعاد راح نحكي عنه برضه في محاضره منفصله. كل موضوع بشرحه بشكل مفصل لقدام لما يجي وقته بشكل مناسب، اما هسه بحاول ابسط لك الامور. بس حكيت لك انه البكسل هي وحده قياس، مشي لي اياها انه هي وحده قياس. لقدام راح نتعمق بشكل اكبر. فونت ستايل هي تنسيق الخط. هون بحكي له ايتاليك، ايش يعني ايتاليك؟ يعني مائي. طلع كيف. واخر ستايل معانا في محاضره اليوم وهو الفونت ويت. الفونت ويت هي خلينا نحكي سماكه الخط او وزن الخط بشكل صحيح باللغه العربيه، وزن الخط. في عندنا هنا بولد، ايش يعني بولد؟ ان يعني يكون الخط عريض او سميك. خلينا نشوف كيف. انتبهت انه كيف صار الخط سميك بطل رفيع. حنشرحها هسه بشكل مفصل. وفي عندنا ارقام ممكن احط مثلا 100 200 300، وهسه راح اشرح لك اياها بشكل بسيط وسهل. هدول الخمسه ستايل انا بعتبرهم الاساسيات لاي تكس ستايل، وراح يتكرروا معنا بشكل كبير خلال الدور. تعال نطبقهم مع بعض عشان تكون الفكره واضحه. في عندنا هسه فولدر 03 محاضره الثالثه تكس ستايل. في عندنا ملف اندكس وملف ستايل. ملف الستايل فاضي وملف الاندكس ربطنا فيه ملف الستايل. وفي عندنا هون مين، وبداخل المين في عندنا هيدر 5. خلينا نعمل رن ونشوف كيف راح تكون شكل الصفحه. هاي جو لايف، وهي عندي اياها هون محمد. بدي اسوي اني بدي اضيف البراوزر جنب الفيجوال ستوديو كود بهذا الشكل عشان اي شيء اكتبه تشوفه بشكل سريع. في الويندوز بتقدر برضو تعمل نفس الحركه هاي، انك تحط مثلا فيجوال ستوديو كود على اليسار والبراوزر على اليمين. نيجي هسه على الستايل. في الستايل بدي احكي انا عندي هيدر 5 بعدين يعني كيرلي براكت. داخل الكيرلي براكت اول شيء تعلمنا الكلام، بدي احكي له مثلا ريد، هاي صار اللون احمر. والخاصيه الثانيه تعلمناها وهي الباك جراوند كلر، بدي احكي له مثلا بيضا، وهي صار عندي هسه هون الخلفيه باللون البيضا. وما بدي اغير لك الريد واخليها وايت تطلع احلى ابيض. برضو تعلمنا خاصيه اسمها فونت سايز. فونت سايز بدي احكي له مثلا 40 بكسل، صار حجم الخط اكبر صح. بدي اقلله شوي، ممكن احكي 20 بكسل. والخاصيه الرابعه اللي تعلمناها هي الفونت ستايل داش ستايل،
أكيد انتبهت معي إنه إذا في عندي كلمتين في الخاصية بيجي بيناتهم داش، صح؟ يعني مثلا عندي هنا فونت سايز حطيت بيناتهم داش، باكي جراوند كان هذول كلمتين حطيت بيناتهم داش، الريكومندد دائما بيكون داش، فما في داعي تحفظ. إذا في عندك كلمتين اعرف إن بيناتهم داش، ثلاث كلمات هاي زي هون مثلا، هاي عندي داش هاي داش، فدائما راح يكون بيفصل بين الكلمات هو الداش. هون بحكي له اترك سيف، وهي صار الخط مائل. وآخر ستايل تعلمناه مع بعض قبل شوي وهو الفونت ويت، هو وزن الخط. هننتبه انه في عندي تدرج من 100 الى 900، وفي عندي كمان البولد. ليش ما بينت بشكل كبير هنا؟ لانه الهيدر 5 هو اصلا عنوان، فاكيد الخط راح يكون سميك. حاسك لسه مش فاهم الفونت ويت، بدي ارجع الاندكس، بدي اضيف هنا باراجراف، وبدي احكي مثلا هنا بير سي اس اس، واجي على الستايل واحكي له هنا عندك انت باراجراف. يعني اي باراجراف عندي اياها في الموقع راح تكون الفونت ويت الها بولد. نطلع شو راح يصير، ركز لي على اللير، هاي كنترول في، هاي سيف، اكيد الفكره بس توضح، طلع كيف الخط صار سميك. فهي هاي فكره الفونت ويت، ممكن احكي له 900 هاي صار اسمك بشكل كبير. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. أتمنى كانت أفكارنا واضحة وسهلة وبسيطة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.